أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون يا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والسماء والطارق.
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين
من الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر عليك على حسن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى. الله
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر سيدنا محمد رسول الله شيل الأذان بس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.